السلام عليكم، معكم أخوكم الشاعر شاهر بن مشعل العضيلة من المملكة العربية السعودية من المدينة المنورة. سبب مشاركتي في البرنامج إصداء البرنامج هي اللي شجعتني أني أشارك، واللجنة الموقرة أسامي كبيرة في الساحة هي اللي شجعتني على البرنامج. أما بالنسبة لكرت الذهبي، بإذن الله أنا كرت الذهبي من نصيبي، وإذا ما حصلت وراي ربعي وجماعتي ولهم قصرين إن شاء الله. يا قناة الواقع، الواقع هذا كنه محلي، شاعر من راس أبوي ونازل اللي راس قمة، جماهيري بعد ما جال زومي جيت كلي يذخروني للمواقيف الكبيرة والمهمة. أول شخص علم بمشاركتي في البرنامج هو أبوي الشاعر مشعل العير، ودعالي بالتوفيق وإن شاء الله أني ما خيب أمله. حان الوعد وابتدى نظم القصيد الجزيل، يالله بحظني حقق غايتي وطلبي، شاعر ولنجيت ماني جاي عابر سبيل، أبي حضور مع أصحابي يخلف تعبي قدامكم يا رموز الشعر والليل. ليل كل يقول آخذ الأول بسدش نبي، أنتم حملتوا على العناد حمل ثقيل وأنا الأمانة مسند على منكبي. أنتم حملتوا على العناق حمل ثقيل وأنا الأمانة مسندها على منكبي، عن إذنكم فيه موضوع علينا دخيل، الفيلم وحكاية الماعز ووضع الصبي عن إذنكم فيه موضوع علينا دخيل، الفيلم وحكاية الماعز ووضع الصبي صحراء ومكفول بالصحراء وقسوة كفيل، سيناريو واحد منافق وفكرة غبي، كلام ما هو حقيقي والمسلسل طويل، ما ادري عن اللي مؤلف قصته وش يبي، كلام ما هو حقيقي والمسلسل طويل، ما ادري عن اللي مؤلف قصته وش يبي، تاليف واعداد كذاب ما عنده دليل، يقول عنا نهين ونظلم الاجنبي، حسيبنا الله على الظالم ونعم الوكيل، والله ما نسكت على المخطي ولا نختبي، حسيبنا الله على الظالم ونعم الوكيل، والله ما نسكت على المخطي ولا نختبي، خليجنا ما يهان وحملنا ما يميل من مستوانا الرفيع وساسنا اليعربي والدين الإسلام، والإسلام ما له مثيل، ومحمد المصطفى مبعوث لنا نبي فيه اقتدينا، والدين الإسلام، والإسلام ما له مثيل، ومحمد المصطفى مبعوث لنا نبي فيه اقتدينا، ولا نرضى صفات البخيل ومن خالف الأنبياء والمرسلين، إيهبي نوفي ونعطي الحقوق ولا نذل الذليل، ومسؤولنا واضح مبداه والشعب أبي، أقواتنا ما تطيح وغدرنا مستحيل، واللي يدعى الحرب شايفنا يعوض صبي، أقواتنا ما تطيح وغدرنا مستحيل، واللي يدعى الحرب شايبنا يعوض صبي، من حد مسقط يا لينا الأحمدي للجبيل والدوحة ودرة البحرين وأبوظبي. سلامتكم. سلام يا سلام، خليجنا ما يهان وحلمنا ما يميل. أبو محمد، كيف شفت مشاركة الشاعر شاهر العضيلة؟ الله يمسيك بالخير يا شاهر. مسيت بالنور والله يمسيك. الله يبيض وجهك. وجهك أبيض. وأنت شاعر وأبوك شاعر. الله يرحم والديك. أبوك شاعر وديب والحنغان. الله يرحم والديك، مالك زود. وانت قدمت لك نصا طيب وفيه كوكبه وطنيه ووسيعه النطاق يعني عامه، حان الوعد وابتدى نظم القصيد الجزيل، يلا بحظا يحقق غايتي وطلبي، شاعر ولنجيت ماني جاي عابر سبيل، ابي حضورا مع اصحابي يخلفت عبي قدامكم يا رموز، هذه فينا احنا ما نقدر نعلق عليها، لكن عن اذنكم فيه موضوع ان علينا دخيل، الفيلم وحكايه الماعز ووضع الصبي، تطرقت موضوع يعني مزعج للجميع، وهذه مشاعر طيبه ونشكرك عليها، لكن عندي نوفي ونعطي الحقوق ولا نذل الذليل، الذليل مذلول خلقه،
المفروض انا ما ندل العزيز هذه، لكن القافيه اجبرتك وانت دافعت عن الامه العربيه مشاعرك، ومع الاسف ان اللي سووا الطريقه هذه استعانوا بجزء من العرب للمضره العرب، ولكن ما يضر لهم، انصح لسانك وبيض الله وجهك ويعطيك العافيه. بمناسبه الناس المشاركه من دول من العرب، هذه يمثل نفسه، احنا دول الخليج كلنا واحد. نعم نعم نعم، احنا خابرين الشيء هذا. يعطيك العافيه ابو مشهور. صح لسانك، صح بدنك ابو مشهور. ما هو غريب عليك الشعر، الغريب لو انك ما جبت مثل القصيده ذي. الله يبارك الله وجهك. اول شيء اختيارك للموضوع كان بحد ذاته لفته جميله. الابيات عموما ابيات قصيده وابيات ابيات شاعر، ما هي ابيات عاديه. عن اذنكم فيه موضوع علينا دخيل الفيلم وحكايه الماعز ووضع الصبي، انا من يوم شفت وضع الصبي وكلمه الصبي دريت والله انا ما تعدت يا عتيبي يا مطيري. الكلمه ذي عندنا دارجه. يقول كلام ما هو حقيقي والمسلسل طويل، ما ادري عن اللي مؤلف قصته وش يبي. ذكرني بيت الحامد القارحي الله يذكره بالخير، يقول يا وصل شفت المسلسل والمسلسل طويل واللي صدمني بطوله زينب العسكري. رغم اختلاف الاهداف لكن للامانه احنا اللي اول شيء تقول ما ندري وش اللي يبي. اللي مؤلف الفيلم قصده الاساءه للشعب السعودي وللحكومه السعوديه، والدوله ذي حسادها كثير، لكن مهما كان ما يأثر ولا يسوي شيء. وحنا اللي صدمنا مثل ما قال ابو محمد ان فيه منا وفينا من كان مشارك في الفيلم، ولكن لا راح ولا جاء. الحمد لله الصورة ما زالت ناصعة، والله يديم الأمن والأمان ويديم العز والرخاء على هذه الدولة. وانت بيض الله وجهك وصح لسانك واتمنى لك التوفيق. يعطيك العافية ابو مشهور. ابو منير مرحبا يا شاهد. هلبك يا ابو منير. صح الله لسانك. صح بدنك. شاعر ولد شاعر ومن قبيلة شعر ما عليك زود. والاخوان اسحبوا وعطوا الموضوع حقه. انا شدني في القصيدة ان الموضوع جديد ولك الأسبقية في المسابقة، ما حد تطرق للموضوع هذا لانه حدث جديد. واقتنصت الموضوع واجدته اجادة كاملة. الابيات جميلة وفيها سلاسة وحبكة شاعر وعندك خبرة وبيض الله وجهك وصح الله لسانك. مالك زود يا ابو منير. يعطيك العافية منير، شكرا لك شاهر، يعطيك العافية.